مصدر أساسي هذا المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن. القداس الإلهي في الأسبوع الأول لزمن الصوم الأربعين المقدس، في انطلاقة روحية نحو زمن الفصح المقدس الذي يتجلى في قيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات، حيث كانت الانطلاقة بعد صوم طويل ليقف إبليس عازلا بين الحب والحياة عبثا. وعلى الرغم أن حضور القداس كان محدودا بعدد المصلين، إلا أنه جمع الناس في بيوتهم. وفي عظة القداس الذي كان بمعاونة الأب أنطوني هريمات، أثبت المطران الشوملي حقائق معرفية في فلسفة اللاهوت، وأضاف قائلا: تجربة القوة، النجاح، المال، الشهوة، نفي إنكار وجود الله، الاكتفاء الذاتي، كما لو كان العلم والتقدم التكنولوجي بلا حدود ويمكنهما أن يقودا البشرية نحو السعادة والكمال. لقد أصبحنا مدمنين على التكنولوجيا الحديثة التي نجد فيها سعادتنا وجنتنا الأرضية، فلا يمكننا تخيل العيش بدون سيارات أو هواتف محمولة أو تلفزيون أو إنترنت وما إلى ذلك. أصبحت هذه الأدوات مهمة جداً في حياتنا، وبدلاً من أن تظل مجرد أدوات ووسائل فقد أصبحت هي الأشياء التي نعيش ونعمل من أجل الحصول عليها. نحن نخدع أنفسنا معتقدين أن القوة والنجاح والعلم بدون الله يمكن أن يقود البشرية إلى السعادة. بالعلم يمكن أن يتقدم الإنسان، لكن أيضاً يمكن أن يتأخر، يمكن أن يصنع أسلحة قتالة. غالباً ما نستعمل التكنولوجيا مثل الإنترنت لنشر الفساد، وكثيراً ما تستخدم وسائل الإعلام لنشر الأكاذيب وخطاب الكراهية. لقد قادتنا أيديولوجيات القرن العشرين التي أنكرت وجود الله إلى حربين عالميتين قاتلتين، العالم عامة وشرقنا العزيز، بحاجة بكل تأكيد إلى تنمية اقتصادية، لكنه يحتاج أكثر من ذلك إلى قيم العدل والمحبة والمصالحة والتسامح.